طاري مش في جنب واحد ولا اتنين، لا حضرتك متعدد المواهب ومتعدد الخبرات. عشان كده حابب أسألك عن رؤيتك بالنسبة للسوق العقاري الفترة اللي جاية. طبعا في أقاويل كتيرة الفترة اللي فاتت ان في فقاعة عقارية وان في هدوء نسبي هيحصل بعد نسبة المبيعات الكبيرة اللي اتحققت في الفترة اللي فاتت. انا تملي بشوف الدورة العقارية اللي بتحصل او دورة المبيعات العقارية في مصر. احنا في كل 3 سنين بيحصل في سنة بيحصلها هدوء نسبي وبعد كده بتنشط تاني لثلاث سنين تانيين. احنا دلوقتي الفترة اللي فاتت كنا في البيك، يعني في اعلى مستوى في المبيعات، يمكن كل المشاريع كمان بتاعت راس الحكمة والساحل. المبيعات اللي حصلت في سنة 24 ما حصلتش في أي سنة قبل كده، دي مجموعة سنين قبل كده بالظبط. بس في نفس الوقت ده بيدي إنديكيشن إن المستثمرين والعملاء واثقين في المنتج المصري، وده اللي بيحصل. إحنا بنجذب الخليج دلوقتي أكتر، ويمكن المصريين كلهم تملي العدد ما شاء الله عندنا في مصر 120 مليون مصري. لو بس بنتكلم في 1% عاوزين يشتروا، لأ إحنا لسه عندنا طلب كبير على العقار. هدوء نسبي لكن مش الهدوء اللي هو يبقى فيه ركود، لا. احنا ممكن هدوء نسبي، احنا بنبيع دلوقتي يعني بنبيع ب 120-130%، لا احنا ممكن يبقى الهدوء ده نوصل ل 80%، بس ده بيبقى الفتره 6 شهور او سنه، وبكده بنرجع تاني 3 سنين تبقى فيها انفتاح. هل الهدوء ده هيكون في مناطق معينه ولا بشكل عام؟ بص حضرتك، هو تملي بيحصل كل فتره فيها احنا الدوله بتوجه مناطق معينه بيبقى فيها الاستثمار. يعني مثلا من 4-5 سنين كانت توجه في العاصمه الاداريه والشقات اللي فيها والتراست بتاعت الدولة فيها، فالناس كلها متوجهة للعاصمة الإدارية. جزء تاني بعد كده الفترة اللي فاتت في العالمين، وابتدينا ان احنا نسوق للعالمين، وطبعا الانشاءات على أرض الواقع بتثبت ان الكلام ده فعلي وفي استثمارات ناجحة وفعلا بتتسلم. ده ياخدنا برضو لسؤال مهم جدا. حضراتكم عندكم خبرة كبيرة في التسويق في السوق السعودي للمصريين اللي في الخارج وكمان للسعوديين، شايف حضرتك ازاي التقبل السوق السعودي للمنتج المصري؟ وهل بيكون في تركيز على مناطق معينه بتكون عليها طلب اكتر؟ والله زي ما حضرتك بتقول، احنا تملي توجهاتنا اللي احنا بنبيع للمصريين عاملين بالخارج، الكلام ده من 2019، ده شجعنا ان احنا نطلع للسوق السعودي من اكتر من 3 سنين. يمكن ده سادس معرض نحضره في السعوديه، احنا عندنا اكتر من جنسيه. يمكن السوق السعودي تملي بيبقى فيه طلب اكبر، بالذات ان نسبه المصريين اللي عاملين في السعوديه نسبه كبيره. ده ياخدنا اللي احنا من اول ما ابتدينا الفكر التسويقي للمبيعات بتاعتنا، احنا تملي كان الاول بروجكت عندنا كان في العاصمه الاداريه، بعد كده في البيو في سهل حشيش، عندنا في المستقبل سيتي دلوقتي لسه المشروع الجديد بتاعنا، وفي حاجه جديده لسه ان شاء الله في نيو زايد. فاحنا تملي بنتارجت المصريين عاملين بالخارج، ان هم دول الطبقه الاكثر اللي هم بيحبوا يستثمروا، يبقوا خلاص اما الناس عاوزه سواء ليهم هم لما يرجعوا مصر او لزويهم اللي هم الاولاد او حاجه زي كده ياخدوا حاجات استثمارات ليهم. وتمالي بينتج بيبقى واثقين في المنتج المصري، فاحنا الحمد لله بنقدر نروح لهم زي ما احنا متواجدين بالمعرض النهارده ونسوق لهم مشروعاتنا، والحمد لله بقى في اقبال كويس في المعرض السعوديه. ايه اللي جاي لشركه تي ال دي؟ احنا الحمد لله تملي شركه تيلي دي بتفكر في المشروعات بتاعتها، بتفكر في الكوميونتي وازاي العملاء اللي هم يعيشوا في مجتمع في كل الخدمات، وكمان في السستينابيليتي موجوده في المشروع. احنا بنهتم بتفاصيل كتيره، يمكن المشروعات بتاعتنا ما بنحبش الاحجام الكبيره، يعني الحاجات اللي هي من 30 ل 50 ل 100 فدان، ده اللي احنا بنفكر فيه عشان البوتيك كومباوند. بنحب الحاجه البوتيك كومباوند علشان نقدر احنا نعرف ندي خدمات مميزه وتبقى اسهل، وفي يعني المجتمعات بتبقى فيها برايفسي اكتر. فاحنا المشروعات الجديده بتاعتنا احنا ان شاء الله متوجهين للمستقبل سيتي. مستقبل سيتي منطقه واعده فيها من اكبر الشركات اللي موجوده. احنا بنسمي المستقبل سيتي اي مشروع فيها دبل جيتد. دبل جيتد اللي هو في جيت كبير لمستقبل سيتي وكل كومباوند ليه جيت تاني. سامعين طبعا مشروعك يكون احدث مشروعات تي ال دي واللي هيكون في مستقبل سيتي، وبصراحة في اهتمام كبير جدا في تفاصيل المشروع ده من حيث الديزاين والوحدات والأنواع المتقدمة. الحمد لله احنا يمكن المشروع كوكون ده كان مفاجأة للناس. احنا المشروع بتاعنا احنا عاملين مشروع فعلا بوتيك كومباوند كوكون. احنا مهتمين بالتفاصيل زي ما حضرتك بتقول بالتصميمات. المشروع معمول على 127 تاون هاوسز وتوين هاوس وحوالي 90 شقة ودوبلكس.
فالموضوع كله يعتبر 200 وحده، فاحنا بنحافظ على ده. هيخلص معاك وفي ما فيش. احنا يهمنا التفاصيل بتاعه المشروع. هو العميل اللي هو بيبقى مميز بيجي بيسكن هو 200 اسره بس اللي موجوده، يبقى يحصل فيها تناغم وتجانس ما بين العملاء وبعضها، ونقدر ان احنا نقدم لهم خدمات تبقى خدمات راقيه وتقدر تفيدهم كلهم مع الافكار الجديده اللي تملي شركه تي ار دي باداره المانجمنت بتاعتها، اللي بتطور تملي في الافكار وتحاول يبقى فيه حاجات مفيده وجديده للعملاء. نافيستا لاول مره في معرض بره مصر، احكي لي عن التجربه. والله تجربه اخرت شويه بس تجربه حلوه جدا. ما توقعناش هذا الكم من النجاح الحمد لله. يعني جالنا عملاء كتير، اكتشفنا ان احنا يمكن ما طلعناش قبل كده، بس في ناس كتير كانت مستنيه وفي ناس كتير كانت عايزه ان احنا نبقى موجودين، كان نفسهم ان انتوا تبقوا موجودين من زمان. ده حقيقي. يعني في مجموعه من العملاء بتوعنا شفناهم النهارده في مختلف المشاريع بتاعتنا، ودي كانت تجربه جديده وحلوه. بيقولوا في الماركت عايز تسكن في مكان وتنبسط، اسكن عند لافيستا. بتسلموا فين دلوقتي؟ دلوقتي احنا في سنه 2024 شغالين تسليمات في مشروعنا الأكبر طبعاً لافيستا سيتي، المشروع الأيقونة في العاصمة الإدارية. مظبوط. على فكرة احنا من حوالي سنتين كنا في برنامج الجدعان وكنا موجودين في لافيستا سيتي وحضرنا تسليم أول مرحلة. صح. وحالياً احنا شغالين في أكتر من 4 بارسلز في التسليمات. قربت تخلص 900 فدان في أقل من 3 سنين 4 سنين تقريباً. لا مش قربت خلصهم، خلصناهم. ده انجاز هايل، وخصوصا ان احنا عارفين قد ايه انتوا البرودكت بتاعكم ملتزمين فيه جدا بأعلى معايير الجودة. بص لافيستا كده كده الكريديبيليتي هي اهم حاجه عندها. التعامل مع العملاء بتاعتنا، احترام مواعيدنا، ده اساس التعامل بيننا وبين العملاء. والسوق العقاري عارف لافيستا وعارف هي ستاندز فور وات. يعني اكيد مش بس جوده التسليم، لا كمان اهتمام كبير جدا بالكوميونتي سيرفيسز او الخدمات ما بعد البيع. لا يمكن تلاقي لمبه مطفيه في لافيستا. التسليمات عندنا السنه دي في العين السخنه، عندنا تسليمات في لافيستا راي ولافيستا جاردنز، عندنا تسليمات في الساحل الشمالي في باي ايست وراس الحكمه، عندنا تسليمات في القاهره في الباتيو اورو ولافيستا سيتي. فبنسلم بارسلز ومشاريع حوالي 6 مشروعات السنه دي، ده بالاضافه ان احنا نزلنا مشروعات جديده السنه دي. ايه الجديد بقى عند لافيستا؟ طيب احنا السنه دي بدانا السنه بالباتيو تاون ورا الجامعه الامريكيه، 330 فدان. المشروع نزل في شهر يناير، وحاليا في سبتمبر احنا خلصنا انشاءات تقريبا بنسب كبيره جدا، والناس كلها شايفه السايت الكونستراكشن فيه، وصل ان فيه وحدات خلصانه تقريبا الواجهات بتاعتها كامله في اول 9 شهور في المشروع. عندنا الباتيو فيرا في الشيخ زايد من وسط الدهشور 2 مينتس بالظبط، ده نزل في شهر مارس. عندنا اكستنشن لمشروع راس الحكمه لاجونا في الساحل الشمالي، ده نزل في شهر 5. عندنا اكستنشن لافيستا جاردنز نزل برضو في حوالي نص سنه برضو شهر 5. واخيرا عندنا الباتيو سولا في الشروق، اجدد مشروعاتنا، نزل في شهر 9 اللي فات. فعندنا 5 مشروعات السنه دي نزل. زي ما بيقولوا الانطباعات الاولى بتدوم. انطباعكم ايه عن الطلب في السوق السعودي؟ النهارده انتوا عندكم فرايتي كبيره جدا بسم الله ما شاء الله في المشروعات في كل حته في مصر تقريبا. العميل السعودي او المصري اللي عايش في السعوديه بيبقى متجه لفين اكتر، او بيسال على انهي مشروع اكتر؟ والله التطور اللي موجود في السعوديه في اخر كام سنه وخصوصا الرياض واضح، ولما جينا شفنا التطور ده بعينينا، والعملاء اللي موجوده هنا ابتدت تقبل على فكره الريل ستيت مع التطور اللي بيحصل هنا والتطور اللي بيحصل في مصر. فالطلب اعلى انا شايفه على مشروعات القاهره وخصوصا منطقه التجمع الخامس والشيخ زايد، وده اللي احنا لامسينه واحنا موجودين هناك. ولما جينا هنا اتاكدنا برضو ان الطلب الاعلى على مشروعات التجمع والشيخ زايد. توقعت انك تقول لي مشروعات الساحل بالذات. انا توقعت الساحل، خصوصا ان مشروعاتكم في الساحل علامه مسجله. بص انا توقعت الساحل برضو، بس اتفاجئت ان احنا مشروعاتنا في التجمع خصوصا مشروعات الفيلات هي اكتر حاجه عليها طلب هنا. ده بالاضافه طبعا في ناس بتسال على الساحل، بس يمكن الضغط الاكتر كان على مشروعات التجمع الخامس. النهارده احنا في الرياض وعندنا تحديات ان احنا طالعين كلنا كشركات مصريه نصدر العقار بتاعنا وندخل عمله صعبه لبلدنا. بس قبل ما نتكلم عن المعرض النهارده انا عايز اتكلم عن نبذه عن شركه بيتا لتطوير العقار. في البدايه شركه بيتا مطور عقاري موجود في السوق العقاري المصري من سنه 93. مطور عقاري بدا من سنه 93،
قدر ان هو يسلم 9 مشروعات بين تجاري وسكني. نجحنا في ان احنا نسكن اكتر من 15,000 ساكن لغايه دلوقتي. التجربه كانت مليانه يعني قصص نجاح كتير، والحمد لله يعني ان احنا النهارده متواجدين في الرياض عشان نقدر باخر مشروعاتنا مستقبل سيتي. بيتر، التطوير العقاري حضرتك بتقول ان انتوا عندكم اكتر من 9 مشروعات، لكن صحيح. احنا دلوقتي وفي مشروع كتير سلمتوها، صحيح صحيح، لكن احنا دلوقتي ايه اللي في ايدينا؟ يعني داخلين المعرض معانا ايه المشروعات اللي معانا؟ احنا حاليا معانا مشروع مستقبل سيتي، بيتا جرينز مستقبل سيتي. المشروع عباره عن 20 فدان. انتوا من اوائل المطورين اللي دخلوا صحيح برضو؟ صحيح صحيح صحيح، يعني انتوا من اوائل اللي دخلنا. التجربه كانت بصراحه تجربه يعني فيها تحديات كتيره، بس الحمد لله نجحنا ان احنا نسلم المشروع بالكامل، ويعتبر من اوائل المطورين العقاريين في مستقبل سيتي اللي قدرت انها تسلم المشروع برغم التحديات والصعوبات الموجوده في المنطقه. والنهارده في المعرض معانا مشروعات ايه؟ معانا مشروع مستقبل سيتي، المشروع متنوع بين فيلات وبين شقق سكنيه. نازلين المره دي بعرض مميز 10% استلام فوري و5 سنين بقيه الدفعات على 5 سنين. طب الاسعار بتبدا من كام دلوقتي؟ والله دي طبعا بتختلف، احنا نازلين بين تشطيب كامل ونص تشطيب، يعني احنا بنتكلم النهارده متوسط الاسعار من تيكت برايس من 8 مليون لحوالي 11 مليون تقريبا. يعني ليه اتجهتوا للتشطيب؟ يعني معظم المطورين في المشروعات اللي في قلب القاهره بيروح للنص تشطيب. والله بص، انت لما بتعمل اي منتج في الاخر دايما بتركز على العميل، انت في الاول في الاخر بتشوف العميل محتاج ايه وبتحاول تلبي احتياجه. هو بيبقى عايز يريح دماغه، مش عايز يخش بقى في هدك المهندسين وهدك الصناعيه والعمال، فعايز مطور يثق فيه ويسلمه الوحده بالكامل ويخلص من الهدك كده كله. اول مره تشاركوا في معرض خارج مصر؟ لا، دي في مرات كتيره بصراحه، بس دي يعني في السنه الاخيره احنا فيها، دي تاني مره بنشارك على التوالي في معرض هذه مصر، وكان لنا سابقة تجارب في معارض في الرياض وقطر ودبي وابو ظبي والكويت، يعني سلسلة معارض متتالية. يعني تقييم حضرتك ايه دلوقتي للمعرض؟ والله احنا زي ما بنقول السوق السعودي فيه حوالي 50% من العمالة المصرية اللي في الخارج، وبالتالي احنا بنتكلم على ان قاعدة كبيرة من العمالة موجودة في الرياض سواء كانوا مصريين او سعوديين، وده فرصة كويسة ان انت تتعرض لاكبر كم من العمالة وتتواجد بالقرب منهم. شركة أرقى تخصص اداري تجاري طبي، شغل الكوميرشال كله. عايزين نتعرف من حضرتك على أهم المشروعات اللي النهاردة موجودين بيها في المعرض. والله أهم المشروعات الحمد لله احنا بادئين تقريبا من سنة 2000 في عندنا 3 مولات في التجمع الخامس، في 90 الجنوبي و90 الشمالي ومحور محمد نجيب. دول استثمار خاص ومؤجرين بالكامل لبراندات عالمية مصرية ممتازة. وبعدين في سنة 2020 أخذنا مول كبير في العاصمة الإدارية على أكبر ميدان في العاصمة، ميدان الماسة، مدخل الحي الحكومي كله، تقريبا 20,000 متر الأرض، مقام عليها 3 أبراج، كل برج 25 دور، إداري تجاري طبي. والفترة الأخيرة أخذنا برضو مشروع في 6 أكتوبر محور 26 يوليو أنكس 26، ده اللي نازلين به الشهر ده، برضو إداري تجاري طبي. ده أول توجه لنا في الشركة لغرب القاهرة. أيوة إن شاء الله. انطباع حضرتك إيه عن الطلب السعودي للمنتج الإداري التجاري وكمان عن المناطق كعاصمة أو تجمع أو غرب القاهرة؟ والله يعني الأخوة السعوديين ما شاء الله حاجزين معانا مجموعة كبيرة، وبرضو بيفضلوا الإداري والتجاري والطبي. نسبة البيع لغير المصريين قد إيه تقريبا؟ نسبة البيع لغير المصريين يعني تكاد تكون حوالي 30% تقريبا، يعني نسبة جيدة يعني. بس هو إن شاء الله المرحلة القادمة إن شاء الله هنحاول نعمل سكني هو ده اللي بيجذب الجماعة بتاع الخليج كلهم، لأنه هو بيدور على مكان ينزل فيه، على مكان ينزل فيه ويستثمره هو غايب وكده، لكن إداري تجاري عايز شركات ويقعد وكده. لكن ده ما منعش حضراتكم ان انتوا تكونوا موجودين في السعودية طبعاً. اكتر من مرة طبعا، لان اكيد في طلب. في طلب عليه جيد. يعني في البداية انت من الناس اللي شاركت في اسم الشركة وكنت من مؤسسين الشركة، اشمعنى اخترتوا اسم نواصي؟ والله ده ليه بعدين بقى، يعني نواصي جه اسم مرتبط شويه بالجي سي سي، ويمكن دي كانت الباك جراوند شويه بتاعه البيزنس اونر، ان هو مين اللي بيحب الخيل والمزارع وكده. وطبعا هو اسم عربي قوي، هو اسم عربي اصيل، وكمان حاجه
عتيقه شويه، فتديك ان هي ليها هيستوري كبير شويه، ويمكن هي ليها مدلول في اللغه العربيه هو ناصيه الشيء، يعني المقدمه، يعني دايما الناصيه هي المقدمه او الراس او الامام، فهي حاجه ليها علاقه ان انا عايز اكون ليا مقدمه كويسه، وفي نفس الوقت ده ما يمنعش ان انا ليا تاريخ او هيستوري عتيق شويه. حتى احنا في لو بنبيع قطع ارض، لك انا الارض بتاعتي ناصيه على طريق السويس، ويمكن ده كان اول مشروع لينا كمان هو ناصيه على طريق السويس. مكان مميز جدا ويتشاف من اي حته من على طريق السويس. ده حقيقي، هو كان اول مشروع لينا، مشروع 3 سايتس، وده كان شوبينج مول، بعتبره هو كانه بالظبط سيتي مول لمدينه الشروق بالكامل، واخد 120 متر واجهه على طريق السويس، فكان برايم لوكيشن، وكان شراكه مع حسن علام، وقدام كذا كومباوند بقى، انت عارف طبعا منطقه الشروق من المناطق اللي اتظلمت شويه في حته الانترتينمنت. جينا احنا بالفكر شويه، وتعاون معانا برده من اكبر شركات الكونسلتنت، كانت شركه جي ال ال، ساعدتنا كتير في الديزاين ريفيو وفي توزيع التننت ميكس للمشروع. يعني ببساطه شديده بالظبط اكني عملت سيتي ستارز بتاع مدينه نصر، عملت 3 سايت شوبينج مول لمدينه الشروق بالكامل، بال2 مليون بني ادم اللي عايشين في المكان. ومتوقع ان المشروع ده مع المشروعات المحيطه هيغيروا شكل المكان بالكامل. انا متاكد 100%، لان مفيش منفذ لمدينه الشروق سواء من على طريق السويس لحد طريق الاسماعيليه، مفيش اي منفذ ليهم ولا انترتينمنت ولا حاجه شوبينج. المولات هناك متواضعه جدا وكلها خدميه اللي بيتعاملوه طبعا. انما لما اعمل مول على مساحه 60,000 متر، واخد المدخل بتاع الشروق 2، وفي طبعا بقى جيم وسوبر ماركت ومنطقه كيدز اريا ومنطقه مطاعم وكافيهات وريتيل شوبس وفود كورت وشوبينج مول، طبعا ده كونسبت الناس كلها، حتى انت بتتكلم على منطقه ليفبل عايش فيها ناس محتاجين السيرفيس دي، ما عندهمش اكسس غير انه يروح التجمع او يروح مدينتي، فانت بتقدم له حاجه حقيقي بوتنشال جدا يعني.